جديد يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. بفقرتنا الحواريه الثانيه رح نحكي عن المعسكرات الانتاجيه اللي عم بتقومها حاليا جامعه تشرين. طبعا هيدي المعسكرات الانتاجيه كانت طبعا قبل ازمه كورونا وقبل الازمه والحرب على سوريا. في العديد من الكليات كانت اجباريه وشرط اساسي للتخرج، العديد من الفعاليات والانشطه والتدريبات الميدانيه خليني اقول لحتى تحقق هيدي الشروط لحتى يتخرج الطالب من عديد الكليات. احنا نتعرف اكثر على هذه المعسكرات الانتاجيه اهميتها، التدريبات اللي عم بتصير فيها. رح يكون معنا الدكتور اياد فحصه وهو نائب رئيس الجامعه للشؤون الاداريه. يسعد صباحك دكتور. صباح النور. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تحيه لاخوان المشاهدين. اهلا وسهلا. كمان رح يكون معنا الاستاذ عاقل وهو عضو قياده فرع اتحاد الطلبه في جامعه تشرين. يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. يسعدنا صباحكم يا رب. بداية دكتور، فعلا يعني اليوم عم نحكي عن معسكرات انتاجية. اول شغلة نشرح للمشاهدين شو هي فكرة المعسكر الانتاجي. في الواقع فكرة المعسكر الانتاجي عموما تبدأ من شيء هام، وهي ربط الجامعة بالمجتمع من حيث التدريب والتأهيل، وبحيث يكتسب الطالب الجامعي المهارة المطلوبة في مجال العمل الجماعي، في مجال العمل بروح الفريق الواحد، في مجال الاحتكاك مع المجتمع، بحيث يستطيع فور تخرجه القيام بالحد الأدنى المطلوب من لأداء المهنة التي يعني التي درسها والتي تأهل للقيام بها. طبعا أنا ذكرت بالبداية أنه هذه المعسكرات الإنتاجية قبل الأزمة كانت شرط أساسي للتخرج من عدة كليات. طبعا بسبب الأزمة وبسبب كورونا تم توقيف هذه المعسكرات. نحكي أكثر عن الكليات اللي كان شرط أنه تكون هذه. صحيح. هذه المعسكرات كما قلت تهدف إلى إكساب الطالب بعض المهارات العملية. فهي عبارة كانت ولا تزال هي متطلب أساسي من متطلبات الكليات والجامعة لتخرج الطالب. صحيح. يعني فضلا أقول طالب الهندسة المعمارية كان يقوم بأعمال تخص أمور التصميم الداخلي. صحيح. أمور التصميم، أمور الإنتاج، أمور الحركة ضمن المنشآت إلى آخره. فضلا طالب الفنون الجميلة نفس الشيء. طالب كلية التمريض لا يمكن أن يكون هو عبارة عن خريج كلية التمريض إذا لم يحتك مع المشافي الجامعية، مع المرضى، إذا لم يعرف كيفية استقبال وتحديد حالة المريض أو كيف يكتسب ثقة المريض بالأساس. صحيح. أيضا في لدينا معسكرات إنتاجية كانت في مجال آخر، وهذه المعسكرات أيضا تدخل في حساب معدل تخرج الطالب. فضلا على سبيل المثال المعسكر الجيولوجي ضمن كلية العلوم. ضمن كلية العلوم حاليا هناك معسكر جيولوجي يقوم الطلاب بزيارة بعض المواقع في محافظة اللاذقية. حلو. للاطلاع على تركيب البنية التحتية، تركيب القشرة الأرضية الموجود، للاطلاع على نوعية الفلزات الموجودة، كل هذا في هذا المجال. أيضا هناك معسكرات أخرى يمكن أن تكون تطوعية. على سبيل المثال الحصر أقول المعسكرات الطبية التي كانت تقام في بعض المناطق التي نعتبرها نامية طبيا في مناطق. صحيح. الريف. وحاليا هناك معسكر طبي مركزي يقوم باتحاد وطني طب سوريا بالتعاون مع جامعة تشرين في منطقة الغاب. هلا هون الغاب وهو يعني موجود حاليا. تماما. هون استاذ الزاشير راح يعني هيك نتعمق اكثر ب كيف كان تدخل خلينا نقول او كيف كان تشبيك اتحاد الطلبه بهي المعسكر، شو كان عم يسعى خلينا نقول، شو كان عم بينظم؟ تمام. هلا دائما الاتحاد الوطني للطلبه السوري هو شريك لاداره الجامعات بتنظيم اي نشاط او اي فعاليه. صحيح. ودائما هي المعسكرات عم تكون بتنسيق بين الاتحاد وبين الجامعه. دور الاتحاد ما يخص المعسكرات يبدا من البدايه الاولى، يتم تعيين نواب قاده معسكر يكونون من طلاب الكليات كلهم حسب كلياتهم. يعني مثلا رئيس الهيئه بكليه التمريض يكون نائب قائد معسكر خاص بطلاب كليه التمريض، الزراعه والعماره نفس الشيء. المهمه الاولى ببلش عندهم هي استقبال طلاب المدينه الجامعيه وفرزهم على الغرف، بالاضافه لذلك تنظيمهم ضمن فئات والاستمرار باخذ التفقد لضمان استمرار ونجاح. يعني الشغل او العمل هو تنظيمي للاتحاد، يعني هو تنظيم هو المعسكر. يحمل شقين، تنظيمي وبالإضافة إلى القيام بالأنشطة الترفيهية والمجتمعية لتعزز مهارات الطلاب. يعني اليوم الاتحاد الوطني للطلبة السورية أقام عدة فعاليات بالتزامن مع المعسكر، ماراثون رياضي. صحيح. دوري كرة قدم، شطرنج، بالإضافة إلى حفلات غنائية خلال فترة المعسكر. حلو.
كثير مهمه هذه الفعاليات اللي هي بتكون اضافيه للتدريبيه والدورات التدريبيه. خلينا نقول دكتور اكيد تحديات كبيره اكيد امام اقامه هذه المعسكرات، اعداد كبيره نحن عم نحكي في بعضها هي الزامي بعيدا عن التطوعي. طبعا. نحكي عن التحديات اللي واجهت جامعه تشرين وكيف قدرنا نامن هذه المعسكرات. فقط اود ان اشير في البدايه الى نقطه انه نحن والاتحاد المتطلب السوري نعمل كفريق متكامل تماما. فاذا كان المعسكر يتضمن نشاطات بالاساس هي علميه وتعليميه، فهناك نشاطات مرافقه، نشاطات اجتماعيه، نشاطات انسانيه. صحيح. نشاطات فنيه احيانا قد تكون. فالمطلوب من جامعه تشرين فرضنا تقديم البنيه التحتيه، البنيه التحتيه متوفره. مثل ما بنعرف يعني انه في عندنا مجال السكن، المدينه الجامعيه هي مفتوحه للجميع الطلاب. في مجال تقديم بعض الخدمات الأساسية نحن نقوم بفضل الرعاية الطبية، بتقديم الرعاية الطبية والرعاية الصحية. نقوم بتزويد المعسكر من خلال خطة العمل المبرمجة، واللي في الواقع نحن والاتحاد المتطلب السوري كنا في البداية يعني أساسيين في وضع الخطط ضمن المعسكر، فنقوم بتأمين أيضا الآليات المختلفة للنقل. وهون أنتقل إلى موضوع أنه الأعداد كبيرة. نعم الأعداد كبيرة. أحيانا لدينا فرضا حوالي يمكن حوالي 1500 طالب حاليا ضمن المعسكرات. حلو. الأعداد كبيرة جدا. للأسف أقول حاليا لا نستطيع تأمين عملية الإطعام، لأنه يجب أن تكون هناك بعض النفقات. صحيح. لإطعام الطالب. صحيح. الطالب يأتي من مكان بعيد أحيانا. فنحن نؤمن مع الأسف حاليا فقط المنامي، نؤمن الانتقال، نؤمن بعض الخدمات الطبية المرافقة. صحيح. ونأمل أنه في الأيام القادمة أنه أن تخصص ميزانية خاصة لهذه المعسكرات. صحيح. بحيث يكون المعسكر داخلي تماما. تماما، بحيث أنه كمان يتقدر قيمة خلينا نقول هيك معسكرات، لأنه اليوم قديش في مشاريع وأفكار طلعت اليوم بين هدول الشباب اللي. صحيح. يعني عم بيكون فيه هي معسكر، أنا يعني أكيد معسكر أفكار ومعسكر مشاريع ومعسكر. صحيح. قديش طلع أفكار جديدة وخلاقة وبناءة فعلا. عموما شبابنا شو شباب خلاق ومبدع. وفعلا نحن نرى أنه لديهم مبادرات أحيانا تفوق التوقع الأولي. صحيح. يعني ممكن هن يعطوا أفكار لتطوير عمل ما، ممكن يعطوا أفكار حتى في كيفية التدريب المباشر للطالب. أيضا هناك بعض الطلاب المتميزين فرضا معلوماتيا يقدموا الخدمات المعلوماتية. صحيح. المطلوبة. لدينا طلاب على مستوى عالي من الإبداع الفني. الفني العادي، الفني الموسيقي. صحيح. الفني الإخراجي. وهون يأتي دور التكامل بيننا وبين اتحاد الطلبة السورية. هن عم يرعوا الطلاب في مجال النشاطات اللي عم تكون هي بعد الانتهاء من النشاط العلمي الموجود. صحيح. وهناك توجيه لقواد المعسكرات اللي هن معينين من الهيئة التدريسية في الكليات بالتعاون والتكامل مع نواب قادة المعسكرات اللي هن عم يكونوا من منظمة الاتحاد الطلبة السورية. حلو كتير. عم يحكي الدكتور إياد عن أهمية تأمين ميزانية معينة هذه المعسكرات، ولكن بدنا نحكي عن شغلة بس لحتى نعرف عنها المشاهدين، المعسكرات داخلية بالكامل ولا الأشخاص أو الطلاب عم يجوا ويروحوا على هذه المعسكرات؟ أزدشير هلا أغلب هو منطقيا المفروض يكون المعسكر مغلق داخلي تماما داخلي، يعني والطالب ضمن الإقامة، ولكن ببعض الاستثناءات نتيجة الظروف. صحيح. في طلاب عم تروح وتجي اللي قريبين من هون، ولكن الالتزام كامل بالدوام بالمدينة الجامعية. عفوا بتكون الجامعية الإقامة كاملة والمعسكرات بتكون منتشرة، عفوا التدريبات بتكون منتشرة بكل المحافظة. طبعا طبعا في باصات مؤمنة للطلاب اللي ما بيتكلفوا بأي شيء، عم تنقلوا الباصات لأي مكان علمي محتاجين. تمام. بدنا نحكي عن كمان موضوع اللي حكى عنه الدكتور إياد اللي هو الأنشطة، عم نحكي عن طلاب متفوقين فنيا موسيقيا، هدول عم نسلط الضوء عليهم من خلال الأنشطة، وكيف عم يتم اختيار الأنشطة الزشير؟ دائما الاتحاد الوطني للطلبة السورية عم يحط خطة عمل متكاملة. تمام. من ضمن خطة العمل عم تكون الأسبوعين اللي بتكون خلال فترة المعسكر، خلال الأسبوعين يتم توزيع الأنشطة بما يتناسب مع يعني يخلق جو
مجتمعي وترفيه ويخلق روح تجانس بين الطلاب. وبالتالي احنا شو اكثر شيء اليوم نحن شبابنا بيحبوه؟ بيحبوا الرياضه، بيحبوا الغناء. ممكن في ناس بتحب الشطرنج. نحن بالاضافه الى ذلك ناخذ استبيان عن اراء الطلاب. مثلا ممكن انا اخذ اراء طلاب كليه العماره، شو الشيء اللي بفضلوه؟ مثلا انا عندي اليوم بالماراثون الرياضي فاز فيه طالب عماره، ممكن احنا ما يخطر ببالنا لو ما عندنا معلومات عن انهم بيحبوا هيدا الشيء، ما ممكن نقوم بماراثون رياضي او حتى بطوله شطرنج. يعني كثير حلو انه فعلا فعل الفعاليات والانشطه حتى يعني خارج المعسكر، يعني خلال فتره السنه. فهذا الشيء دكتور قديش بيعزز، خلينا نقول بيزرع بقلب الطالب هيك رغبه اكثر، تمسك اكثر بالجامعه. خلينا نقول اللي هو بالاساس الموهبه عند الطالب موجوده، ولكن هي بحاجه الى صقل، بحاجه الى بعض الامكانيات للظهور للعلن فرضا. فالواقع منظمه اتحاد الطلبه السوريه لا تألو جهدا بهذا الخصوص. لدينا المسرح الجامعي هو مسرح متطور، صحيح، وحصلنا على جوائز عالميه في جامعه تشرين. لدينا قاعات السينما، لدينا النشاطات المتميزه طيله العام الدراسي. ولكن أنا أقول أنه أيضا طالبنا الموجود حاليا في المعسكر الإنتاج هو طالب أحيانا يعمل، صحيح، نحن عندنا عدد كبير من الطلاب عندهم عمل ليلي لحتى ينفقوا على حالهم، وفي منهم من بيساعد حتى أهل وأسرته. صحيح صحيح. فبالتالي من هالمبدأ هذا احنا تساهلنا قليلا في موضوع المنامة ضمن الحرم الجامعي. وهذا تفهمنا مع زملائنا في اتحاد الطلاب، الطالب ينهي ما هو مطلوب منه فرضا علميا ضمن النشاطات المختلفة اللي عم بيراها اتحاد الطلاب، وبعدين ممكن يروح يأمن عمله ويرجع. فحتى نكون منطقيين، صحيح، في هذا وشفافية الموضوع. بالنهاية في شفافية بالتعامل مع الطالب. تمام. بالفعل مثل ما ذكرت وضع اقتصادي صعب على الجميع، وطلاب الجامعة عم يضطروا يشتغلوا. خلينا نقول تماما هلا هون بدنا نرجع نحكي عن فكرة كتير مهمة. كنا عم نحكي هلا قبل الأزمة، خليني أقول، وقبل الكورونا كانت الجامعة ما بس إنه محاضرات وحدا بده يحضر محاضرات، لا، كانت الجامعة حياة بالكامل. بسبب الكورونا والأزمة اختلفت شوي هيدي المعايير. قديه مهمة هيدي المعسكرات الإنتاجية لحتى نرجع للجامعة هيدا الدور. يعني أنا بذكر على أيامنا كنا نقضي كل ساعات بالجامعة، لو خلص الدوام الساعة 2 كنا نضل المساء. هلأ بسبب الأزمة بعدين صارت الكورونا اختلفت شوي، خبرنا دكتور. هي هذه المعسكرات هي فرصة للطالب حتى يختلط مع المحيط الكامل، صحيح. هي فرصة لحتى بعض الطلاب يتعودوا فرضا يناموا يوم خارج بيت أهلهم على سبيل المثال. الطالب عموما هو كان طالب متميز، طالب يخضع أو يدخل ضمن معسكرات كشفية أحيانا، ضمن معسكرات ضمن المنظمات الشعبية سواء اتحاد شيوخ الثورة أو اتحاد طلبة سوريا. فحاليا بسبب الشيء الاستثنائي اللي مر واللي حاليا يظهر أنه بدأنا نتعافى إن شاء الله، الحمد لله، لأنه عودة المعسكرات هي دلالة لي على التعافي السريع إن شاء الله. إن شاء الله. فبالتالي بهذا السبب أقول وأنصح كل زملائنا الطلاب، عيشوا الحياة الجامعية الطلابية، صحيح، وهي أجمل فترة من فترات العمر. تماما بالفعل. تماما. الله يعطيكم ألف عافية. أستاذ الزشير، هون بدي أسألك هيك كتقييم الحالة، كونك بشق أنتو جهة تنظيمية، فقديش هيك بتقيموا يعني خلينا نقول نجاح هذا المعسكر، وشو هيك أهم النتائج اللي وصلتوا لها من خلال هذا المعسكر؟ للأمانة اليوم النتائج المرجوة من المعسكرات عم نشوفها ضمن الحدود المنطقية والإمكانيات ممتازة. يعني اليوم بكفيني التزام 1500 طالب بدوام يومي خلال أسبوعين. حلو. يعني هذا بصراحة إنجاز. أيضا بظل أزمة الوقود اليوم تأمين باصات بتنقل 1500 طالب بشكل يومي، تعاني منها الجميع. تماما. وهدفنا بالمستقبل تكون الأجواء مثل ما ذكر الدكتور أكثر دعما، يكون في إنفاق مالي أكبر ما يخص المعسكرات، نحاول نطلع برا الروتين اللي عم نمشي فيه، يعني يكون في رحلات علمية خارج المحافظة لمعامل تاني. هيدا الجو رح يخلق ألفة كبيرة بين الطلاب، رح يخلق تجانس، رح تعزز انتماء مثل ما حكيت حضرتك الطلاب لجامعته. تماما أكيد. وأنتم دائما على الأرض كاتحاد طلبة موجودين، خبرنا عن الأجواء كيف عم بتكون؟ تم اكتشاف مواهب جديدة، تم اكتشاف أفكار جديدة، مثل ما حكى الدكتور إياد دائما الأفكار عند الشباب دائما هيك خلاقة، يكون عندهم مبادرات، خبرنا عن الأجواء أكثر. للأمانة هيدي الرحلة تستمر بشكل يومي بمنظمة الاتحاد الوطني للطلبة السورية. نحن اليوم مكاتبنا مفتوحة لكل الطلاب، عم نحاول نستقطب المواهب الطلابية، عم نحاول نقدم دورات
تعزيز ثقافة الطالب لتعزيز مهاراته، ما عم يكون الموضوع محصور بمعسكرات، إنما دائما الاتحاد الوطني للطلبة السورية هو الأم الحاضنة لكل الطلاب. أكيد. وبالتالي حصرا خلال فترة المعسكر اكتشفنا طالب عمارة عنده قدرة على الركض، يعني ما شاء الله ماراثون فاز بماراثون، كان عندنا طالب تمريض فاز بدورة الشطرنج، يعني حلو. كان في تنوع، اكتشفنا أحد الطلاب عنده موهبة بالعزف على العود والثاني بيغني، فصرنا نستثمرهم بموضوع الحفلات الفنية. حلو. ولاحقا راح يكون في تدريب لهم لحتى نعزز لهم هيدي المهارة إن شاء الله. كثير حلو، لاحقا بنشوفهم عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور إياد دمعم، مثل ما ذكر دائما هذا خلق هيدا الجو كثير مهم. كإدارة جامعة عم تكونوا حضرتكم مشرفين على العديد من الأنشطة بعيدا عن المعسكرات الإنتاجية، معارض لكل الكليات سواء كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية سواء كلية الزراعة وغيرها، أداه مهم، وشو خططنا المستقبلية لهذه القصص دكتور؟ طبعا يعني ضمن البنية الإدارية للجامعة لدينا مديرية اسمها مديرية الأنشطة الطلابية، ولكن هذه المديرية لا تستطيع أن تعمل إلا بالتوافق وبالتكامل مع الاتحاد الوطني للطلبة السورية، ونحن وياهم على يعني نفس المسار نفس الوتيرة، فندعم كل هذه النشاطات. وأكثر من مرة تم تكريم بعض المتميزين سواء في الرياضية في الرياضات المختلفة. صحيح. في لدينا أبطال حققوا ميداليات على المستوى الآسيوي فرضا، فصدفناهم وحاولنا نعطيهم الدعم وقدمنا لهم بعض المكافآت ولو كانت الرمزية ولكن صحيح. هي دلالة على الاهتمام ليس أكثر. تماما، هو التقدير بهي الفترة أو خلينا نقول بهي المرحلة العمرية، تقدير وقت الشاب بيساوي إنجاز وبتتنقل له كلمة شكرا من شخص له قيمة بالمجتمع أو بالجامعة، فبيحس حاله هيك فعلا صار عنده نهوض من أول وجديد. هذا الشيء اللي نحن بدنا نسألك يا أستاذ أزداشير، يعني في تكريم خلينا نقول للمتميزين أو في تقدير أكبر للمتميزين ضمن المعسكر؟ أكيد طبعا، لا دائما أي نشاط بيقوم فيه الاتحاد عم يكون فيه تمييز وتكريم للمتميزين، ممكن مبلغ مادي رمزي أو ممكن ميدالية مثلا، ممكن كأس، ممكن شهادة تكريم مقدم للاتحاد الوطني للطلبة السورية، دائما بتكون الجوائز يعني والتكريمات طبعاً تحفيزية هيك لإلهم، ولا حتى يصير حدا هيك الأشخاص لحتى يجتهدوا لحتى أشخاص ثانيين لحتى يوصلوا لهذا الإنجاز يعني. حلو. طبعاً العام الدراسي الجامعي على الأبواب دكتور، كيف بدنا نحكي عن التحضيرات بالنسبة للأنشطة وغيرها، التحضيرات الجامعية حتى لاستقبال الطلاب للتسجيل الجامعي دكتور؟ على مستوى الوزارة ككل في بداية بدأت التحضيرات، والخميس الماضي كنا في اجتماع لمجلس التعليم العالي بخصوص المفاضلات وكيفية الاستقبال، ويوم الاثنين القادم أيضا هناك اجتماع للجنة الاستيعاب الجامعي على مستوى رئاسة الوزراء. فالتحضيرات على قدم وساق، هناك يجري إعداد حاليا لبعض الكادر الإداري لعملية الاستقبال. طبعا لا يخفى على الجميع أنه أصبحت المفاضلة مفاضلة مؤتمتة، هي مؤتمتة إلكترونية صحيح من خلال الخدمات الإلكترونية، ولكن نحن نؤهل بعض المراكز مراكز الدعم لزملاء الطلاب، لأنه قد تكون لدينا حالات أحيانا طالب من قرية بعيدة ما عنده خدمة الإنترنت، فبالتالي نحن ممكن نأمن له هذه الخدمة. صحيح. ولكن هو من سيفاضل عن نفسه تماما، لن يكون هناك وصي عليه في عملية المفاضلة، لأن عملية المفاضلة عملية خاصة جدا، كل طالب يقدم وله من الإمكانية بتبديل الطلبات أو تبديل الرغبات حتى اليوم الأخير من عملية المفاضلة. حلو. إذن لا يستطيع أن يكون أي شخص بمثابة الوصي على هذا الطالب، الطالب هو من يقرر مصيره وهو من سيتقدم إلى المفاضلة. أيضا هناك نوع من أنواع التشجيع على المشاركة من قبل الوحدات الطلابية، من قبل الهيئات الطلابية في عملية استقبال الطلاب الجدد. ننسق مع الاتحاد الوطني للطلبة السورية بدا من أعلى مستوى المكتب التنفيذي وحتى الهيئات الطلابية في الكليات. هذا الموضوع جدا مهم على فكرة، ولازم يعني يكون في تركيز عليه كتير كبير دكتور، وإن شاء الله يعني بالفترة القادمة رح نتوسع أكثر بهذا الموضوع، لأنه فعلا يعني هيك في معلومات وفي قصص صار محدثة جديد، خلينا نقول لازم نركز عليها كرمال الطالب يعرف يتصرف بشكل صحيح. أستاذ أزداشير، هيك كسؤال خلينا نقول ختامي، في نشاطات حابين تقوموا فيها كاتحاد طلبة بخص المعسكرات تشجع بقية الطلاب على المشاركة، خلينا نقول أو خلينا نقول يعني، لأنه في طلاب بيقولوا لك لا شو بدنا مثلا، هاي الكلمة ممكن تنقال، فنحن كيف بدنا نخليها لا بدنا يعني، فالحل عندكم يعني؟ بصراحة إذا بدنا نحكي عن المعسكرات الإنتاجية فهي ما أنا تطوعية، أما إذا بدنا نحكي بشق التطوعي
اليوم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي أصدروا قرار باعتماد وثيقة متطوع يحصل عليها الطالب، يكون عليها ختم وزير التعليم العالي وختم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. هيد لما اليوم الطبيب اللي مثلا بمعسكر الطبي بالغاب عم يخلص معسكره او سواء الاشخاص اللي اشتغلوا مع ضمن الكادر التنظيمي تماما عم يحصل على وثيقه متطوع، وثيقه تعتبر رسميه يعني مهمه جدا تماما، وبالتالي هذا الشيء بيشجعه. بالاضافه يمارس العمل التطوعي بكل حب، خلينا نقول طبعا. بالاضافه الى ذلك اليوم النشاطات اللي عم يقوم فيها منظمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا على كل المستويات، مثلا اليوم ملتقى التفوق الجامعي، اليوم هذا الشيء عم يتم فيه تكريم متفوقين اللي حاصلين على شهاده الباسل من السنه الاولى حتى السنه الاخيره، وبالتالي عم يكون ملتقى الاطلاب المتفوقين عم يتم تكريمهم جميعا سواء بمبالغ مادي سواء ب مثل شو هدايا رمزيه تماما هدايا رمزيه واشياء ثانيه. هذا الشيء عم يدعم الطلاب. اليوم بالاضافه الى ذلك الجلسات الحواريه اللي عم يكون فيها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا سنويا ما يخص كل قطاعات المجتمع، صحيح. عم تخرط الطالب بالمجتمع، عم تخلي الطالب هو صانع القرار الاماني، بالفعل. عم تكون دائما خطط عمل قابل للتنفيذ وعم يتم تنفيذها لاحقا، وبالتالي هذا الشيء عم يعزز احساس الطالب وانتمائه لجامعته. بالفعل اكيد، يعني العديد من الانشطه عم بتقوموا فيها من خلال ورشات، عم يتم تشبيك ما بين الجامعه وعده قطاعات بالنسبه للورشات الحواريه، حتى الورشات اللي بتصير قبل المفاضله تعريف عن الكليات، هيدي كثير مهمه هيدي النقطه. قد ايه مهمه دكتور لحتى نتعرف على الاختصاصات الجامعيه؟ طبعا هذا شيء كثير مهم تماما، والواقع هناك شكر خاص لاتحاد الوطني لطلبة سوريا عم يقوموا لاكثر من سنه سابقه، وحاليا يتم اجراء الاعداد لمعرض اسمه معرض عينك على اختصاصك. بالفعل هذا سنوي، هذا المعرض نحن نتعاون مع الاتحاد، هناك جلسات حواريه بين الساده عمداء الكليات بين مدراء الانشطه في الجامعه بوجود الرفاق والزملاء من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا لتوعيه الطالب، لتعرفه الطالب بنوع الاختصاص، هذا الاختصاص وشو بيهتم تماما، فهذا يساعد جدا جدا في بالنسبه للموضوع. اكيد بدنا نتشكركم على هيدي الاضاءه الدكتور اياد فحص وحضرتك نائب رئيس الجامعه للشؤون الاداريه، شكرا لحضرتك على هيدي المعلومات وعلى الشفافيه بالحديث، شكرا لحضرتك. شكرا. اهلا وسهلا. كمان أزدشير عاقل عضو قياده فرع اتحاد الطلبه، شكرا لحضرتك، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافيه، وفعلا نحن بحاجه دائما لنشاطات وفعاليات، وخلينا نقول معسكرات دائما فكريه ثقافيه علميه انتاجيه، لانه الشباب هو اليد اللي فعلا لازم تبني ولازم تساعد بالبناء.